السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل أحبائي. أتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن ظروف والأحوال إن شاء الله تعالى. فيديو اليوم قد يكون شيئا ما قصير، خفا زربا لعشاق الفيديوهات القصيرة. فرأيت أنني ندير لكم هذا الفيديو باش هكا نجاوبوا على أكبر عدد ممكن ديال الأسئلة اللي كتطرح في التعليق، واللي دائما كتصب في نفس الموضوع. غير هو قبل ما نبدأ الحديث ديالي على موضوع فيديو اليوم، ف لقيت مؤخرا في تعليق الناس كيقولوا وفاء شنو النتيجة ديال سويس ديرما ديال ماجي كلير، واش كاينه شي نتيجة؟ فالفيديو السابق ولا ما قبل الفيديو الأخير ما بقيتش عاقلة، راه كنت تكلمت على أن سويس ديرما جابت نتائج أكثر من رائعة، وحطيت حتى في الإنستغرام شهادات ديال البنات اللي استعملوا سويس ديرما وجابت معهم نتيجة أكثر من رائعة، فممكن خوضوا سويس ديرما ما كاين حتى شي إشكال. أنا اليوم شخصيا عطيتها لواحد السيدة مرضع، يلا ولدت جديد وعندها الوجه ديالها كله، ما غاديش نقول لكم فيه كلف، ولكن هو ولا عندها اماسك دو غروسيس، يعني قناع كله في الوجه ديالها اللي اللون ديالو مائل للبني، يعني الوجه ديالها كله لون موحد بلون بني. فعطيتها سويس ديرما وغادي نتبع معها ان شاء الله، وباذن الله غادي نخبركم فيما بعد بالنتيجه. بطبيعة الحال الناس اللي قبل خداو سويس ديرما من عندي فرجت نتيجة أكثر من هائلة، وحتى المتتبعات الكريمات اللي استعملوا سويس ديرما راه غادي نعاود نحط لكم التعليق ديالهم في البوست على اليوتيوب وفي الانستغرام باش تستافدوا من التجربة ديالهم. هذه يعني من جهة أخرى الناس اللي سولوا على ماجي كلير واش جابت نتيجة أو لا، فكان وعدكم أنني غنتواصل مع السيدة اللي كانت خدات من عندي ماجي كلير، وغادي نقولها تجي عندي باش نشوف الحالة ديال التصبغات اللي عندها في الوجه ديالها، شنو يعني شنو هي، واش ديك التصبغات نقصوا بقاو كيما هما او زالوا بصفه نهائيه. فكنوعدكم قريبا ان شاء الله انني غادي نخبركم بالنتيجه ديال التجربه ديال الزبونه ديالي مع ماجي كلير. وننتقلوا دابا الفيديو اليوم على بركه الله. فكما كنلاحظوا الله يرحمنا بالغيث، الله يرحمنا بالشتاء، فالانسان ما خصوش يقنط من الرحمه ديال الله، لان رحمه الله وسعت كل شيء. احنا دائما كنترجاو الله ونطلبوا انه ينعم علينا بالشتاء، ولكن الى ما نعمش علينا فاحنا عبيد كيدير فينا اللي بغى، يعني ما عندنا لا اعتراض على قضاء الله. اللي بغيت نقول هو ان حاليا احنا على مشارف شهر مارس، يعني قربنا ندخلوا شهر 3 باذن الله. فبطبيعة الحال احنا كلنا كنعرفوا بان مع بداية هذا الشهر فكنحاولوا اننا ما امكن نوقفوا العلاج ديال التصبغات الجلدية اللي كناخدوه بمكونات اللي كتكون خاصة بفصل الشتاء، من احماض الفواكه، من الهيدروكينون، بزاف ديال المكونات وبزاف ديال المواد النشطة اللي كتلعب دور مهم في التخلص من التصبغات، فكيكون التوقيت ديالها هو فصل الشتاء. فلهذا ما يمكنش لنا بالمره اننا نستعملوا هاد المنتوجات خلال الفصل الحار، وهذا الفصل الحار كنشوف انا كيبدا ابتداء من شهر مارس. فلهذا نبداو من دابا، نبداو نتخلصوا من المنتوج اللي كنستعملوه بشكل تدريجي، يعني ما نوقفوش بشكل مفاجئ في هذه المساله. نتوما دابا راكم عارفين هاصله عندي ليكم، ما نخافش عليكم، عارفين بان راه ما كنوقفوش المنتوج بشكل تدريجي، بشويه بشويه يلا يلا نوصلوا لمنتصف شهر مارس ونوقفوه، وبطبيعه الحال ديك الساعه نقدروا نستعملوا منتوجات اللي فيها مكونات اللي غادي نقول لكم دابا. فكان من الضروري انني ندير هذا الفيديو دابا، لان كنشوف الشمس حاره بزاف عاد حارقه، فالناس اللي كدير تريتمون غادي صعاب 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 عليها انها جد البشره ديالها تقاوم هذه الحراره المفرطه اللي كاينه مع العلاج. فلهذا رجاء
نحاولوا اننا نبداو بشكل تدريجي نوقفوا العلاج ديالنا، خاصة الناس اللي قلت كيستعملوا الهيدروكينون و لي زا اش ا، فيحاولوا انهم يوقفوا العلاج بشكل تدريجي. بالنسبه للناس اللي عندهم علاج يعني عادي ما فيه لا ايدروكينون لا احماض الفواكه لا حتى حاجه، فممكن انهم يستمروا في العلاج ديالهم مع اخذ الاحتياطات، وهكا راه ما غادي يوقع لهم حتى شي حاجه بطبيعه الحال. فغادي نديروا واحد الجدول، واحد الطابلو، وغادي نقسموه لنصفين او لخانتين، خانه غادي يكون فيها اللون الاحمر وخانه غادي يكون فيها اللون الاخضر. فغادي نجيو للخانه اللون الاحمر. اللون الاحمر بطبيعه الحال دائما كنعبروا به على الخطر، كنعبروا به على انه كيعني لنا وقوف، كيعني لنا اننا ما خصناش نديروا هذه الحاجه. فالخانه اللي فيها اللون الاحمر فغادي نحطوا فيها عندنا يعني هذه المواد اللي غنقول لكم ما تستعملوهاش ابتداء من شهر مارس المقبل ان شاء الله. فكنلقاو عندنا الاسيد جليكوليك، الناس اللي كتخدم بلاسيد جليكوليك سورتو في المنتجات ديال ذا اوردينري فما تاخدش لاسيد جليكوليك سيروم ابتداء يعني من هاد من شهر مارس المقبل، ما تاخدش لاسيد جليكوليك وتبدا دير الوجه ديالها، فما كنصحش بالمره. ثم كنلقاو الغيتينول، حنا كنعرفوا بان الغيتينول واحد الماده اللي كيخدموا بها في فصل الشتاء فقط، فما يمكنش بتاتا انكم تخدموا بالغيتينول في هاد الفترة. فهذه دائما كنهضر على الخانة اللي هي باللون الأحمر اللي هي خانة الخطر. ثم عندنا الهيدروكينون، مادة الهيدروكينون الاش كيو، ما كنديروش منتوجات اللي فيها الاش كيو بالمرة او الهيدروكينون. ثم عندنا الفيتامين سي، فيتامين سي ما نخدموش به. شوف احنا ماشي من البلدان او الدول الاوروبيه اللي عندهم الجو ماشي بحالنا، احنا عندنا الشمس الله تبارك الله على طول العام، فلهذا نحاولوا نتفاداو لا فيتامين سي في الاوقات اللي كيكون فيها الجو ساخن. لهذا فالفيتامين سي حتى هو غادي نحطوه في الخانه اللي باللون الاحمر. ثم كنلقاو الاسيد لاكتيك، انتبهوا جيدا، الاسيد لاكتيك او حمض اللاكتيك فعنده واحد المفعول ديال المقشر، فحتى هو كنحطوه في الخانه الحمراء لان ما نقدروش نخدموا به في هاد الفتره من السنه. قلت لاسيد لاكتيك او حمض اللاكتيك، فقلنا مقشر ما كنستعملوش في هاد الفتره من السنه لسلامتنا، لسلامتنا. شو مهما كانت الرغبه ديالنا اننا نحصل على واحد النتيجه اللي هي زوينه ونقولوا راه غادي نرد البال مزيان، ووفاء قالت لنا الا رديتوا البال مزيان ما غادي تكون حتى شي حاجه اللي ماشي هذيك، لا ما كنلعبوش مع طبيعه الجو. الاحتياطات كناخدوها في فصل الشتاء ملي كنكونو كناخدو حنا هادوك المواد، وفي فصل الشتاء وكناخدو احتياطات، ولكن ملي كيبدا يسخن الحال فما كيبقاوش الاحتياطات كافيين، لان هاد المواد النشطه فهي جد جد خطيره على الجلد خلال في هاد الفتره من السنه. ثم عندنا لي زا اش ا ولا احماض الفواكه، فهادو كذلك ما كنخدموش بهم خلال هذه الفتره من السنه. عندنا في الخانه الخضراء، يعني ما يمكنش لنا نقطعوا هادشي كامل وما نديروا حتى شي حاجه، لكن عندنا في الخانه الخضراء كنقدروا نستعملوا نياسيناميد. نياسيناميد بطبيعه الحال هذا كنقدروا نستعملوه طيله السنه لا خوف منه، طبيعه الحال مع الاحتياطات. شوف الاحتياطات دائما موجوده، ما كتحيدها لينا حتى شي حاجه نهائيا، دائما كناخذ الاحتياطات صيفا وشتاء، غير هي ملي كنكون ناخذ المواد النشطه فالاحتياطات كتكون مضاعفه اكثر. ثم عندنا الالفا اربوتين، عندنا الجلدابرين، هذه كلها نقدروا نقولوا مستخلص عرق السوس. فمستخلص عرق السوس هذا ممكن اننا ماشي ممكن ولكن كنستعملوه طيله اشهر السنه، وبطبيعه الحال نتوما عارفين وانا عارفه بان مستخلص عرق السوس يعني في شتى اشكاله و صياغه فهو اثبت نجاعته في علاج التصبغات الجلديه. ثم كنلقاو لاسيد هيالورونيك، بطبيعه الحال لاسيد هيالورونيك فما عنده حتى شي دخل التصبغات، لكن انتما كتعرفوا ان الاسيد هيالورونيك عنده واحد المفعول ديال المرطب، ديال اعطاء النظره للبشره، ديال كيخلي لنا الوجه ديالنا هكا
يعني ممتلئ، ما كيبانوش فيه التجاعيد، كيبان زوين، بصحة جيدة، شباب. فلاسيد ياليونيك هو من بين المواد المهمة اللي كنستعملوها طيلة السنة، ما كاين حتى شي إشكال. فكما كتلاحظوا الخانة الحمراء ففيها بزاف ديال المواد اللي هي محظورة علينا، أو محظور علينا استعمالها خلال هذه الفترة المقبلة من السنة إن شاء الله. بالنسبة للخانة الخضراء ففيها مكونات قليلة، غادي نحاول أنني نجيب لكم مكونات أخرى اللي تقدروا تستعملوها دون خوف يعني، ودون يعني ريسك، دون خطر على البشرة ديالنا. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم، فبطبيعة الحال إن الإعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا بالبارتاج ديال الفيديو وديال القناة كذلك. كنتمنى لكم نهاية أمسية طيبة، تبتم وتابت أوقاتكم في أمان الله.